المهندسين اللي في الموقع بيعملوا كل حاجة بإيديهم وبيتعاملوا مع ناس ليل ونهار، على قد ما حاجة زي كده بتبقى مجهدة جدا ليهم، بس أول ما يبتدوا يترقوا ويحصلوا على الترقية اللي هما كان نفسهم فيها، يكتشفوا إن قعدة المكتب دي مش بتاعتهم وعايزين يرجعوا تاني، بس culturally اللي هو كأنه بيرجع خطوة لورا، بس هو بالنسبة له اتطفى لما قعد على مكتب وكان في حياة، لأن دي الانترست بتاعته إن هو آر، ولما بيبقى في السايت وبيعمل حاجة بإيده. هما دول عادة الريلس أو الناس الواقعيين هما بيحبوا ده، لأنه هما اللي بيعملوا، مش قاعد على كمبيوتر، مش ماسك تليفون، مش واقف بيعمل برزنتيشن وخلاص، لا دي حاجة هو اللي بيصلح، هو اللي بيركب، هو اللي بيبني، هو اللي بيحط بلان، وكمان هو كمان بيأكسكيوت أو بيعمل البلان دي بنفسه. تعرفوا ان متوسط تغيير الشغل على مدار حياتكم العملية، ان كان من منصب للتاني او من شركة للتانية او من مجال لمجال تاني خالص، هو 12 مرة؟ طب تعرفوا ان الشخص الناجح محتاج يعمل التغيير ده كل 3 لـ5 سنين؟ الحكاية مش تغييره وخلاص كمان، لكنكم تكتشفوا المشكلة الحقيقية في الشغل الحالي فين بالظبط، لان في الغالب مش هو اللي ظهر لكم، وساعتها تعرفوا تاخدوا القرار اللي يحلها من غير ما يخلق مشكلة تانية في المكان الجديد او تتكرر تاني هي. ما هو لو عندكم 15 سنة خبرة على الأقل، أكيد مش هتكونوا عايزين تهدروهم في خطوة تعطلكم. أنا نيفين كارير كوتش، وهكون معاكم كل سبت الساعة 7 هشارككم بخطوات بسيطة وعملية عديت بيها على مدار 16 سنة شغل وكرست دراستي وتخصصي فيها، وهيكون كمان معايا كوتش جديد في كل حلقة عشان أساعدكم تاخدوا قرار تغيير شغلكم بثقة وتعملوا التغيير ده بشكل مدروس. يلا بينا. Hello everyone. النهاردة حلقة جديدة وكريتيريا جديدة عشان تقدروا تعملوا كارير شيفت بيزد على 9 كريتيريا. النهاردة هتبقى رقم 5. هيكون معانا أحمد صوفي، هو HR Business Partner وكارير كوتش، وهيتكلم معانا عن الكريتيريا 5 وهي الانترستس، ازاي اهتماماتكو بتأثر على الكارير شيفت ديسيجن. الكريتيريا اللي فاتت أول واحدة كانت عن الفاليوز وكان معانا دعاء، تاني واحدة كانت البرسوناليتي مع إسلام، وتالت واحدة كانت اللايف بيربس وكان معنا إبراهيم، والمرة اللي فاتت على طول الرابعة كانت السكيلز وكانت مع رنا. هلو يا أحمد. هاي، عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ جود، وانت؟ all good الحمد لله. yes yes انا عملت كده انترودكشن سريعة، رجعت على الكرايتيريا اللي فاتت وديت بريف النهاردة انت هتكون معانا بالتايتل بتاعك والتوبيك، بس عايزاك برضو تعرف نفسك بطريقتك. انا عارف انت كنت معايا قبل كده في الكامبين اللي فاتت، بس برضو عرف نفسك وقول لنا ليه الانترست مهمة ككرايتيريا للكارير شيفت. طيب، اولا I'm so happy، مبسوط جدا ان انا ابقى معاكي تاني، اوكي، وان شاء الله تتكرر مرات تانية. Number one, I'm Ahmed Soufi. I'm HR business partner at one of the big e-commerce companies. يعني where I am a career coach, a certified career coach. النهاردة إحنا بنتكلم على career interests. إيه هي career interests؟ It's mainly إيه الحاجة اللي إحنا بنحبها، اللي إحنا ممكن نشتغل فيها عشان إحنا بنحبها، أو الحاجة اللي في شخصيتنا، إيه personality type أو في شخصيتنا الحاجة اللي إحنا ممكن نكون بنحبها فبنشتغل فيها. فهي الفكره احنا اوريدي وي كفرد جزء البيرسوناليتي ده في سيشن قبل كده، فالنهارده هيبقى التركيز على فعلا الاهتمامات، الحاجه اللي بنحبها. بالظبط بالظبط. هي في الاول في البيرسوناليتيز اللي هو الشخصيه، ودي اكيد اتكلمتي عليها في السيريز في حلقات من اللي فاتت. النهارده فعلا هنركز على ايه اللي احنا بنحبه، اهتماماتنا ايه، يعني اولا ايه انواع الاهتمامات، اللي هي النوعيات الاهتمامات اللي كل كارير ممكن يبقى تحتها، تمام؟ وهنتكلم اكتر على كل واحده فيهم يعني، وبعدين ازاي نقدر ان احنا نعرف ده، عشان يعني في تول سهله وبسيطه جدا اتعملت بنقدر عن طريقها نعرف ده. ف حلوة. يعني عاده لما كنا بنشتغل مع كلاينتس على الموضوع ده، كانوا بيطلعوا دايما ايه ده، احنا عرفنا فعلا احنا بنحب ايه، وعرفنا ساعات احنا لو شغالين في شغلنا مش بنحبها، طب احنا ليه ما بنحبهاش، وفعلا what we need to do، او احنا محتاجين نروح فين، او ايه الكارير اللي احنا المفروض نبتدي نشتغل فيه. طيب جود. طب زي ما انت كنت بتقول بقى، ايه هي انواع الانترست؟ طيب هما 6 انواع، اوكي. هو كود اسمه هولند كود، حد اسمه عالم اسمه هولند هو اللي عمل الـ6 انواع دول بيست على انواع الكاريرز او انواع الشغلانات اللي موجوده ايه، تمام؟ وعمل زي حاجه اسمها كلاسترنج. يعني ايه كلاسترنج؟ يعني جمعهم كلهم تحت 6 انواع. لو انت
عندك اهتمامات في حاجه من السته، يبقى بتبقى الاحسن انك تروح للحاجات اللي تحت الحاجه اللي انت مهتم بيها. تمام. فعملهم في كلمه كده اسمها رايزك. اوكي، رايزك هم 6 حروف. اوكي، الار يعني رياليستيك، يعني انسان واقعي. اوكي، وهنتكلم بالتفاصيل عنهم. اوكي، الاي انفستيجيتيف، اوكي، اللي هو الحد الثينكر او اللي بيحب يفكر. اوكي، الاي ارتستيك او الحد المبدع او اللي بيحب يكريت، كرييتر هو مبدع. الاس السوشيال، حد بيحب يساعد، الهيلبر اللي بيحب يساعد. وبعدين الانتربرايزنج اللي هو الحد المور انتو بزنس وبيعرف يقنع اللي قدامه وكده. اوكي، واخر حاجه الكونفنشنال اللي هو الحد بيقولوا عليه الحد اللي هو الاورجنايزر او الحد اللي هو يبقى اكتر في التنظيم، جزء التنظيم والكلام ده. فهم دول ال6 انواع، وان شاء الله لما ندخل ان ديتيلز يعني عن كل نوع فيهم هنلاقي ان لما نوصل للاخر هنلاقي ان ما فيش اي شغلانه موجوده في الحياه ما بتندرجش تحت نوع من ال6 انواع دول. طبعا في حاجات ممكن تكون في كذا نوع، يعني في شغلانه واحده ممكن يكون ينفع حد ارتستيك وحتى سوشيال، ولكن الخطوط العريضة بتبقى ان كل الشغلانات تحت ال6 انواع دول. اوكي تمام، حلو قوي. RISEC. يس. طيب جود. طيب قولنا كده بقى، يعني ليه مهم ان احنا نعرف احنا ايه في ال6 حروف دول، وده ازاي هيأثر على الكارير شيفت؟ تمام. طيب دايما كتير بنسمع جملة ان احنا انا بشتغل في حاجه ومش بحبها. اوكي، او نفسي اشتغل في اللي انا بحبه. اوكي، او حد اوريدي ممكن يكون قطع شوط كبير جدا في الكارير بتاعه بس اكتشف ان مش ده اللي هو عايزه او مش دي الباشن بتاعته او ما عندوش شغف لده. تمام. طيب هو ممكن يكون انا حاسس الاحساس ده، انا ما بحبش الشغلانه دي او ما بحبش الكارير ده، بس هو السؤال الاهم انا ايه، طب ايه اللي انا بحبه بقى، ايه الحاجه اللي هي قريبه من اهتماماتي اللي تخليني وانا بشتغل احس ان انا فعلا بعمل حاجه انا بحبها مش مجرد ان انا بشتغل وخلاص. طبيعي ان كل الشغلانات اللي في الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، وحتى لو حاجه في كارير او في مجال وظيفي انا بحبه ممكن يكون في حاجه انا بعملها في شغل انا ما بحبهاش، ده طبيعي. لكن احنا بنتكلم على الاطار العام بتاع الكارير او الاطار العام بتاع الشغلانه دي، هل هي فعلا من ضمن اهتماماتي ولا لا؟ عشان كده مهم جدا اعرف انا ايه اهتماماتي. اوكي، وعن طريق اهتماماتي هقدر اعرف انا ممكن اوظف اهتماماتي دي في ايه، ان انا اكون بشتغل في حاجه انا مهتم بيها او بحبها. فلازم اعرف انا فين في ال6 حروف عشان بعد كده اقدر اعرف انا المفروض اشتغل فين او انا احب اشتغل في ايه. طيب نمسكهم بقى واحده واحده، انت قلت لسه هتكفر دم واحده واحده، نبتدي بالار. Yes. طيب الار زي ما قلنا في الانترو يعني ان هي الحد رياليستيك، الحد الواقعي. الحد ده دايما حد بيحب يشتغل على حل المشاكل بايده، يعني ينزل ويشوف هي المشكله جايه منين ويقعد يدور وراها ويعرف واقعيا ايه اللي بيحصل على ارض الواقع. تمام، عشان يقدر ان هو يوصل لحل للمشكله دي. تمام. بيشتغل على حاجات ليها علاقه حاجات ليها علاقه بالبراكتيكال، ان هو حد يكون بيعمل حاجه بايده اكتر من ان هو قاعد مثلا في مكتب قاعد بيتايب حاجه، لا ده حد بيعمل حاجه بايده، حد بينزل. المشكله دي بتواجه ناس كتير جدا، ان هم بيبقوا مثلا زي المهندسين اللي في الموقع بيعملوا كل حاجه بايديهم وبيتعاملوا مع ناس ليل ونهار، على قد ما حاجه زي كده بتبقى مجهده جدا ليهم، بس اول ما يبتدوا يترقوا ويحصلوا على الترقيه اللي هم كان نفسهم فيها يكتشفوا ان قعده المكتب دي مش بتاعتهم وعايزين يرجعوا تاني، بس كالتشرلي اللي هو كانه بيرجع خطوه لورا، بس هو بالنسبه له اتطفى لما قعد على مكتب وكان في حياه، لان دي الانترست بتاعته ان هو ار، ولما بيبقى في السايت وبيعمل حاجه بايده بالظبط. واحنا عشان كده في الكارير شيفتس عموما دايما بتلاقي الناس اللي هم التكنيكال، الناس المهندسين فور اكزامبل زي ما انت قلتي يعني نيفين، بيبقوا لو حد يعني وصل لمرحله في الكارير بتاعه ان هو ما بقاش موجود على الارض وقاعد على مكتب، بيبقى قاعد بيفكر لا انا مش مبسوط من اللي انا بعمله، انا محتاج ان انا اشوف حاجه تانية اعملها. ليه؟ لان هو هيز رياليست، هو بيحب، هو واقعي، هو بيحب ينزل على الارض يشتغل بايده يدور على الحلول بنفسه. اوكي، حد براكتيكال قوي. تمام. وعشان كده هنا المهندسين زي ما انت قلتي، المهندسين الناس اللي هم شغالين في الاركتكتشر مينلي، الناس اللي هم المهندسين اللي بيشتغلوا في الاركتكتشر، المزارعين، الناس اللي بتشتغل بايديها اللي هي الكاريرز او الشغلانات اللي فيها اكتيفيتي بالفيزيكال اكتيفيتي اكتر، هم دول عاده الريلس او الناس الواقعيين هم بيحبوا ده لانه هم اللي بيعملوا،
مش قاعد على كمبيوتر، مش ماسك تليفون، مش واقف بيعمل برزنتيشن وخلاص، لا دي حاجه هو اللي بيصلح، هو اللي بيركب، هو اللي بيبني، هو اللي بيحط بلان، وكمان هو كمان بيأكسكيوت او بيعمل البلان دي بنفسه. شغلك عامل لك ازمه ومش عارف تبتدي منين؟ لما تنضم للكارير كوتشنج كلوب هتاخد قرارك برؤيه واضحه وتنمي مهاراتك عشان تحققها. الكارير كوتشنج كلوب عباره عن 3 ستيجز، كل ستيج بتاخد ماكسيمم 4 ويكس. اول ستيج انفيجن فور ا ديسيجن، جواها الفاليوز موتيفيشن وانترستس ولايف بيربس. تاني ستيج رايز فور براندنج، فيها السي في، لينكد ان، انترفيو، ابريزل. تالت ستيج تشامبيون فور جروث، فيها مانجمنت، ليدرشيب، كوميونيكيشن سكيلز، وماني تايبس اوف ميتينجز. هتلاقي مني المسانده والتشجيع اللي محتاجهم في الرحله دي وسط اعضاء انريتش كوميونتي اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nevinzahirrostom.com وجوين ذا كوتشنج كلوب. فدول بننصحهم دايما، يا جماعه دوروا على شغل في حاجات فيزيكال انتوا كنتوا بتعملوها بنفسكم. دول الناس دي كمان فيهم ميزه مهمه جدا، ان هم لما بيحلوا مشاكل دايما بيدوروا على البراكتيكال سوليوشن على طول، الحل اللي هو يجيب من الاخر، ما يقعدش بقى يفكر ويشوف لا هو الموضوع ده هيتحل ازاي، هيتحل كده خلاص هحله كده، ما يقعدش يفكر في حلول تانية، ممكن ما يفكرش في حلول بديله، as long as ان هو ده practical solution، حل على ارض الواقع، ممكن ما يكونش موجود في كتب، ممكن ما يكونش موجود في researches، ممكن ما يكونش موجود في اي حاجه، وحل هو جربه قبل كده ونفع فهيعمله. حلو قوي الاكزامبل ده. طيب الاي، اوكي الاي اللي هو الانفستيجيتيف، اوكي من اسمها نقدر نعرف ان ده الحد او انفستيجيتيف بالعربي يعني محقق، الحد اللي هو ايه المحقق اللي هو بيحب يجري ورا المعلومه، تمام. الديتا عنده دايما لما بيبقى قدامه بيانات بيحب يحللها، حد بيحب يفكر ويحلل البيانات ويطلع باجابات او حلول للمشكله من الديتا دي او من البيانات دي او من حل من التحليل ده. يعني دايما بيقولوا لازم يكون دايما في شغلانات كده حد بيقول لك لازم يكون عنده analytical skills. analytical skills يعني حد بيعرف يحلل، حد قدامه موقف او قدامه مشكله او قدامه بيانات data يكون بيعرف يعمل analysis، يعرف بيحللها ويطلع منها بحاجه، يطلع منها بconclusion او يطلع منها بنتيجه، تمام. فالinvestigative ده هو الحد ده، حد دايما بيشتغل على الجزء ده، جزء حل المشاكل عن طريق تحليل البيانات او تحليل الموقف. زي الناس اللي هي بتحب ككل. مثلا المسلسلات او الافلام البوليسيه يقعدوا بقى يشوفوا الكرايم مين اللي عملها ومش عايزين يعرفوا الحل، هم مستمتعين بالبروسس بتاع ان هم بيحللوا وبيحققوا خطوه في خطوه مع الاحداث. بالظبط، هو بيحب دايما ان هو يبقى في البروسس دي بتاع تجميع المعلومات، تجميع الانفو، ان هو يلم الداتا دي كده تبقى معاه، مش يبقى شايف الصوره كامله يبتدي يحللها ويطلع باجابات. لا على فكره في ناس كتير لو قدامهم الحاجه سهله اوكي مش هيحبوا ده، لا هو عايز حاجه يقدر يدخل فيها اكتر ويديك ديبر زي ما بنقول، يدور اكتر في بيانات ويدور اكتر في معلومات ويكسبلور ويكتشف ويحلل هو من نفسه عشان يطلع باجابه، مش هيرضى ان حد يجي يعمل له الشغلانه دي، هو اللي عايز يعملها بنفسه. اوكي الناس دي اللي هم عاده الناس اللي بتشتغل في العلوم، ساينس، الكيمستري، البيولوجي، اللي هي الشغلانات اللي ليها علاقه اكتر بالحته دي، ليه؟ لان بيبقى فيها تحاليل كتير. اوكي ده نمبر 1. الناس اللي بيشتغلوا ممكن الدكاتره، الناس اللي بيشتغلوا اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الطب البيطري، الدكاتره في الاسنان، حتى كمان البروجرامرز الناس المبرمجين، عشان المبرمجين بيبقى قدامهم كميه داتا رهيبه، ولما بيكون قدامهم حاجه مثلا في مشكله في سوفت وير او كده لازم يدخل ويدور ويحلل الداتا اللي قدامه دي، يعرف عشان يعرف المشكله جايه منين عشان يعرف يحلها. فده برضو حد ممكن يبقى نقول عليه انفستيجيتيف. ليه؟ لان هو بينفستيجيت، بيتعمق في المشكله عن طريق الداتا وعن طريق الانفورميشن وعن طريق النوليدج، وبيبتدي يطلع حلول من هنا. مش حد ايموشنال، يعني ما بيشتغلش بالعاطفه ده خالص، هو بيشتغل بالداتا اللي قدامه، بالمعلومات اللي قدامه. اوكي تمام كده الدور على الاي. يس الاي از فيري انترستينج، لان في ناس كتير بتبقى بتحب الاي، يعني حتى لو هو مش هو الشخص الاي، بس هو بيحب الاي. ليه؟ لانه الاي هو الارتستيك، الفنان اللي هو المبدع،
اللي بيحب الالوان دايما شغله ليه علاقه بالفن، ليه علاقه بالابداع، ليه علاقه بالتفكير الكرياتيف، او ان هو في تفكيره ما بيفكرش حاجة زي ما فيها بيقولوا. ديزاين يعني احنا مش مثلا. هنستخدم بالظبط، يعني دايما بيطلع بحلول مختلفه بره الصندوق. اوكي، ديزاينز، فن، ميوزك، حاجه فيها باترن او حاجه فيها شكل، بيرسم. حتى الناس اللي بتكتب، يعني مثلا مؤلفين الافلام، مؤلفين الكتب، الاغاني، الناس دي ناس نقدر نقول عليها ارتستيك، لان هم بيستخدموا والممثلين الابداع اللي كمان. عندهم. تمام. واه طبعا ممثلين برضو. ليه؟ لان هم بيستخدموا الابداع اللي عندهم في ان هم يطلعوا حاجه، والحاجه دي عاده الناس بتشوفها، اللي هو لما بتشوفي حاجه وتقولي عليها واو بجد اللي عملها ده مبدع، اهو المبدع ده بقى حد ارتستيك، هو شخصيته كده وبيحب يعمل ده. والناس دي مش موجوده كتير. اوكي، زي كل السته، يعني السته متقسمين، بس الناس الارتستيك دايما هم اللي الناس بتعرفهم قوي، لان هم مش موجودين كتير، هم رير. في ناس كتير بتحاول تدخل الحاجات دي بس مش كله بينجح. اللي بينجح في الارتستيك اللي فعلا عنده الحته دي، حته الاي الكريتيفيتي. دي عالية. لازم الايه عنده تبقى عاليه. اوكي، الراجل ده او الحد ده ممكن يبقى رسام زي ما قلنا، ممكن يبقى مغني، ممكن يبقى فنان، فنان بيحب مثلا يعزف على آلة معينة، ممكن يبقى شاعر، ممكن يبقى حتى انتيرير ديزاينر، حد اللي بيعمل انتيرير ديزايننج، ديزاينرز عموما، رايترز، رسامين، كل الحاجات دي بتندرج تحت الارتستيك. وزي ما بقول لك، دول دايما لازم زي ما انت قلتي الايه عندهم بتبقى عالية، وحاجة بيطوروها بس بتبقى فيهم اكتر، يعني عندهم حته الكرياتيفيتي دي وحته الفن بتبقى عندهم اكتر جوه. بيطوروها مع الوقت طبعا عشان يتطوروا في المجال اللي هم فيه، بس السورس بتاعها موجود اوريدي. اوكي، عشان كده بتقول انه مش دايما بتبقى مسمعة في شغلهم، بس ممكن هم يبقوا ايه. يس، ودايما الناس دي طريقتهم في حل المشاكل بتعتمد على هم حاسين بايه. اوكي، بتعتمد على انتويشن اكتر، هم حاسين بايه، بيكسبرسوا ده ازاي. دايما بيقول لك ان الفنان مثلا اوكي. فنان بيعرف يكسبرس، بيعرف يتكلم، بيعرف يحسس اللي قدامه باللي هو عايز يقوله. فالناس دي دايما دايما طريقتهم في حل المشاكل بتبقى مبنيه على ده، الابيليتي بتاعته ان هو يحس بالحاجه، الانتويشن، هو حاسس بايه وبيمشي ورا ده. غير مثلا اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، اللي بيمشي ورا الداتا او اللي بيمشي ورا الحلول الواقعيه. لا، هنا هو شويه بيمشي ورا احساسه، هو حاسس بايه. دول الناس اللي هم اوكي، الارتستيك. تمام، جود. دلوقتي الدور على الأسئلة. الكتب متراكمة عندك ومش لاحق لا تقرا ولا تتثقف. لما تنضم للبوك كوتشنج كلاب هتخلص 4 كتب في الشهر الواحد وتطبق اللي اتعلمته منهم. البوك كوتشنج كلاب كل شهر بثيم مختلف، وكل شهر فيه 4 بوكس. الثيمز ممكن تبقى سيلف هيلب، كارير، parenting، financial، body health، relationships، social life، intellectual mind، spirituality، breaks fun، character skills، emotional health، business entrepreneurs، و biographies و vision goals. وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. اوكي، الاس السوشيال، السوشيال اللي هم الهيلبرز او الناس اللي بتحب تساعد، الناس اللي هم دايما بيحبوا يشتغلوا على مساعدة الاخرين، بيحبوا يشتغلوا على ازاي اطور اللي قدامي او اخليه احسن. اوكي، دايما بيعتمدوا على او بيحبوا في شغلهم يتعاملوا مع ناس اكتر ما يتعاملوا مع اجهزة. يعني الحد السوشيال ده هتلاقيه مش مبسوط لو هو طول النهار قاعد على اللابتوب بيشتغل على داتا مثلا، او شغال مع ماشين، او ماسك طول اليوم الموبايل. لا، هو دايما بيحب التعامل مع الناس فيس تو فيس. هتلاقيهم برضو حتى أيوة. في الاونلاين مش احسن حاجه بالنسبه لهم، لانهم بيحبوا يتعاملوا on a personal level مع اللي قدامهم، فلازم نبقى واقفين قدام بعض وبنتكلم on a personal level. تمام. الناس دي دايما بيستخدموا الابيليتي بتاعتهم في ان هم يبقوا سوشيال، او يبقوا ان هم عندهم حته التعامل مع الناس، دايما بيستخدموها في حل المشاكل،
بيبصوا لحل المشاكل من ناحية الهيومين او الناحية الانسانية اكتر شوية. يعني لو في مشكلة حاصلة قبل ما يفكر في الكونسيكونسز بتاعتها او ازاي ممكن مثلا اللي عمل المشكلة دي يتجازى او كده، لا هو بيفكر في تأثير المشكلة دي على الانسان الاول، على اللي قدامه الاول. طب دي هتأثر على اللي قدامي ده ازاي؟ طب هو انا لو خدت القرار ده هيأثر على اللي قدامي ازاي؟ حتى لو كان القرار ده مع البيزنس، يعني لو القرار ده بيأثر على البيزنس بنسبة 100%، لو تأثيره مش نفس التأثير الإيجابي على اللي قدامه، لا ممكن يفكر مرتين قبل ما يقرر إن هو ياخد القرار ده. تمام؟ دايما دول الناس اللي هم برضو تاني هنقول الناس اللي هم بيحبوا يساعدوا الناس. فحاجة بقى very common اللي هي النيرس أو الممرضة. الممرضات دول دايما سوشيال، دايما عندهم الحتة السوشيال دي، إن هم عندهم قدرة إن هم يحتوي اللي قدامه ويساعده حتى لو اللي قدامه The ده good يعني nurses, عشان بس نبقى مش كويس أو The good nurses. ما أنا هقول لك على حاجة، ال nurse if she's not a good nurse ممكن تكون عندها الأس دي مش عالية، عشان ما عندهاش الأس. بالظبط صح. يس يس، هي لو الأس عندها عالية هتبقى definitely definitely هتبقى a good nurse، هتبقى ممرضة شاطرة جدا. اوكي، عندك الكوتشز اللي هم زينا، الكوتشز التيتشرز الناس اللي بتشتغل في السوشيال ورك او الشغل الاجتماعي، ان هم بيروحوا مثلا يساعدوا في ملجأ، بيروحوا يساعدوا حد في حاجه، الكلام ده كله. حتى يعني يمكن دي برضو حاجه الناس ما تحسهاش قوي، بس الناس اللي بتشتغل في الشرطه، الناس اللي بتشتغل في الشرطه بيبقوا دايما الانترست بتاعتهم ان الناس تبقى عايشين في امان فور اكزامبل، او ان هو يروح ينقذ حاجه او كده. اوكي، دول برضو عندهم الاس بتبقى عاليه. زي ما قلنا التيتشرز، الناس اللي بتشتغل في الليرنينج اند ديفلوبمنت، عشان مش عشان الليرنينج اند ديفلوبمنت كمجال، لا عشان ان هم بيحبوا يديفلوبوا اللي قدامهم او يطوروا اللي قدامهم. فدول دايما هتلاقيهم سوشيال، هتلاقيهم دايما بيبصوا للناحيه الانسانيه اكتر، فيعني عندهم الاس عاليه لانهم بيحبوا يساعدوا الناس. ايوه، اللي بيشتغلوا في السياحه برضو بيبقوا عايزين يشتغلوا في السياحه عشان يتعاملوا مع ناس، وكل شويه مع فوق شكل ناس، شكل جنسيات مختلفه. بيساندوا يعني بيسابورتوا الناس دي، بيساندوهم بيعلموهم حتى المرشد السياحي هو واقف بيعلم السايح ده ايه، يعني ايه التاريخ وايه اللي حصل هنا وايه اللي كان بيحصل هنا. فلا يعني هو اجان برضو بتدخل تحت الامبريلا بتاعت السوشيال يعني. ايوه اوكي جود. كده فاضل لنا اتنين، الاي والسي. يس. طيب الاي اللي هي الانتربرايز، اوكي، وده دايما الحد اللي هو بيبقى عنده حته ان هو بيحب ينفلونس او ياثر على اللي قدامه. اوكي، الانتربرايز ده دايما بيحب يبقى ليدر، يعني بيحب هو اللي يقود الحاجه. تمام. الناس اللي بيحبوا يشتغلوا في بروجكتس كبيره، ريسك تيكرز الى حد ما، يعني ده واحد ممكن يجازف، اوكي، ياخد ريسك عشان عارف ان الريسك دي هتجيب له بروفيت او هتجيب له حاجه قدامها حاجه كبيره. فدايما هتلاقي الانتربرينورز او الناس اللي هم بيشتغلوا في ستارت ابس، معاه قرشين محوشهم عايز يعمل بيهم حاجه. تمام، ده حد انتربرايز، بيبقوا دايما بيبقوا بريليانت بزنس بيبل. اوكي، بيشتغلوا في بروجكتس، بيليدوا بيبل، هم اللي بيقودوا الناس. تمام، زي ما قلنا بياخدوا ريسكس. اوكي، دايما بيقيسوا المشاكل على التأثير بتاع المشكلة، يعني الانفلونس بتاع المشكلة دي ايه. تمام، عشان اعرف احلها. لو الانفلونس بتاع المشكلة دي مش عالي مش هفكر فيها اصلا، انا هخش على الحاجة الاهم. انا حد دايما بحب ان انا اخش في حاجات مهمة، اقود حاجة معينة، اشتغل على حاجة كبيرة، حاجة يبقى ليها امباكت وليها بروفيت عليا وعلى البيزنس اللي انا بعمله. دايما على فكرة الناس دي دايما بتحب الكومبيتيشن، بيحبوا يدخلوا في كومبيتيشن، ما بيحبوش حاجه تبقى سهله. اوكي، بيحبوا دايما ان هم يبقوا دايما في تنافس. ممكن تلاقيه بيدخل في حاجه مثلا ان هو مجال فيه تنافس كتير، يا حبيبي ما انت لو حطيت فلوسك هنا اوريدي في منافسين كتير، فبنسبه كبيره ممكن ما تكسبش. لا انا هدخل ده واثبت ان انا احسن من كل الناس اللي موجوده في السوق. تمام، عندهم جراءه، بيحبوا دايما يبانوا، بيحبوا يوروا نفسهم، يعني يحب يبقى باين كده اندر ذا سبوت لايت، يعني تحت النور كده يبقى هو اللي باين، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيثبت وجهة نظره. عشان كده بتلاقيهم موجودين مثلا المحامين، المحامي لما بيدخل يترافع في قضية هو بيدخل هو بيحب المجال ده،
تمام، بس هو بيحب وهو بيتكلم الناس كلها بتبقى باصاله، ولما بيكسب القضيه بيبقى مشهور ومعروف، فديرفور ده حد بيحب ده، ده انتربرايز، الناس ده يثبت ان البوليتيشنز اللي ممكن بيشتغلوا يبقى في في السياسه. شخص عنده two letters او three letters، زي مثلا اللي احنا كان في وقت الاي الانتربرايز، بس هو محامي فهو عنده اكيد الاي بتاعت الانفستيجيتيف برضه اللي فيها الاناليسيس. يس 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 ترو، وده اللي احنا كنا بنقول ان ممكن في شغلانات بتبقى فيها كذا حاجه، اوكي، لكن هي الفكره كلها في ان هل التريتس دي او هل الانترست دي عندك ولا لا عشان تقدر انت تنجح في ده. فالانتربرايز ده حد ممكن يكون زي ما كنا بنقول يعني فين، ممكن يبقى محامي، ممكن يبقى حد بزنس مان، ممكن يبقى سياسي، الناس اللي هم بيشتغلوا في السياسه البوليتيشنز المعروفين دول دايما بيبقوا كده، هم دي عندهم الحته دي، عندهم حته القياده، عندهم حته ان هم بيحبوا يبقوا اندر تحت السبوت لايت، عندهم حتى هم بيحبوا يتكلموا ويبانوا ويظهروا قدام الناس. حتى كمان الناس اللي بيشتغلوا في البرودكشن اللي هم الناس اللي بيدفعوا فلوس انه عشان ينتجوا حاجه، المنتجين دول بيحطوا فلوس، بس عارفين ان هم بيحطوا فلوس دي هيجي لهم من وراها بروفيت كبير قوي، فبالتالي هيحطوا الفلوس دي. دول ده دايما حته لو الاي عندهم عاليه، لو انا معايا فلوس والاي عندي عاليه اكيد اكيد هحطها في حاجه، ان انا بعايز ان انا عارف ان انا هكسب، فهدخل ستارت اب، هبتدي على بروجكت جديد عشان عايز اكسب، وهيبقى عندي الجرأة دي ان انا اعمل كده. دول mainly الناس اللي هم الـ enterprise people. اوكي طيب حلو قوي كده، عملنا yes R yes I A S E، فاضل ال C. اوكي. السي اللي هو الحد الـ conventional. الـ conventional عادة بيبقى حد دايما ما بيحبش يعمل حاجة يكون فيها ريسك قوي، حد بيعمل حاجه بيحب يعمل حاجه ماشيه على بروسيس وبروسيجرز وسيستم معين هو ماشي عليه ما بيغيروش. اوكي، لو السيستم ده اتغير هو يتضايق او هي تتضايق، يعني الناس دي دايما بيبقوا دايما بيحبوا الحاجه المانوال اللي يبقى قدامهم ويمشوا عليه، شويه انستراكشنز كده او شويه بروسيجرز، بص انت هتقعد وهتعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة، ده الكومفورت زون بتاعهم ما بيعرفوش يخرجوا منه لو ايوه معنى البروسيجرز كده دي هم اتغيرت لاي اورجنايزد سبب. برضه صح؟ اكزاكتلي ما هم لازم يبقوا اورجنايزد عشان يعرفوا يمشوا على البروسيجر ده، لو البروسيجر دي اتغيرت لاي سبب او اي حاجه حصلت غيرت المسار اللي هم ماشيين فيه، تمام، ما بيبقوش مبسوطين، بيبقوا حاسين ان هم خارجين بره الكومفورت زون بتاعهم، تمام. لازم المكان اللي هم يشتغلوا فيه يكون فيه رولز، يكون فيه قوانين، والقوانين واضحه وصريحه للناس كلها ويمشوا عليها، لان لو مفيش قوانين هم مش هيبقوا مرتاحين، يعني بيئه العمل اللي حواليهم لازم تكون ماشيه على رولز، ورولز مهمه جدا. اوكي، دايما بيترستوا الناس اللي فوقيهم او بيترستوا الناس اللي في ايديهم القرار، هو ما ياخدش قرار بنفسه قوي، هو لا هو يروح لحد ياخد القرار، وبيروح دايما بيروح يسأل صاحب القرار ده على رأيه في حاجات معينة، فصعب ان هو ياخد قرار من نفسه. اوكي، ولو هو في ايده ان هو ياخد قرار بيبقى عايز يعرف كل حاجة عن القرار عشان ما بيبقاش فيه فرصة ان القرار ده يبقى غلط. حد روتيني بيحب الروتين، بيحب يفضل ماشي على روتين معين، روتين ما بيتغيرش. الناس دي اللي هما مثلا معنى كده هو برضو اللي بيحب شغالين في البنوك، السكادجولز وان يبقى كل حاجه بلاند ان ادفانس، تبقى الحاجه يس، ما اكسبكتد. بيحبش التغييرات، يس ما بيحبش التغييرات، بيحب دايما كل حاجه تبقى متخططه من الاول ونمشي على الخطه دي. طب ما هو ممكن الخطه تبوظ شويه، يعني دايما البلانز ممكن تختلف شويه، في وقت الاختلاف ده هو مش هيبقى مرتاح قوي، هيحس ان في حاجه غلط. ده يعني ناخد منه احسن شغل او احسن برودكتيفيتي لما نكون احنا ماشيينه على بلان وهو ماشي عليها وبيطبق اللي احنا قلناه له بالحرف، بس الحد ده لازم واحنا بنشتغل معاه، لو انت مثلا، لو انت يعني فين مثلا يور مانجر وعندك حد كده، لازم الانستراكشنز اللي هتقوليها له تبقى كلير 100% واضحه وصريحه، انت هتعمل 1 2 3 4 5 واضحه وصريحه، ما يكونش في حاجه مش واضحه لانه هيتوه او هيحس ان هو مش مرتاح فممكن ما يقدرش يجدد جوب دون او يعمل الشغلانه اللي المفروض يعملها. تمام. دول بيبقوا الناس اللي هم شغالين في البنوك، ممكن اللي هم تيلرز اللي هو بيقعد طول النهار بيعد فلوس ماشي على بروسيس معينه على السيستم ما بيغيرهاش. اوكي، الناس اللي بتعمل تايبنج بياخد حاجه ينقلها داتا انتري
الحد اللي شغال على كاشير ستبس معينه ما فيهاش، هو قاعد بيجي له حد عارف الحد ده عايز ايه، بيعمل معاه 1 2 3 4 5 بكل التفاصيل بتاعته ما بتختلفش. ده ممكن الناس برضو يبقوا الكونفنشنال حد من بيبقوا مثلا legal مرتاحين. department. ديبندنج على هو ايه في الليجل ديبارتمنت، يعني ديبندنج على هو ايه في الليجل ديبارتمنت. لو حد عقود بيروح مثلا مثلا. اكزاكتلي الناس اللي بتشتغل في العقود دول برضو بيبقوا كونفنشنال. صح ليه؟ لان هو في الاخر شغال على فورماتس معينه، بياخد ديتا من كل حد ويحطها في العقد ده، فهو مش محتاج يغير حاجه، مش ما بيعملش حاجه من دماغه يعني. تمام. طيب انت كنت ذكرت موضوع البيرسوناليتي، فانا يعني حاسه كده ان عندك لينك ما بين الانترستس والبيرسوناليتي، ده حقيقي؟ يس طيب يس يس ده حقيقي. بنتكلم على دايما لما بيكون، لو خلينا نقول مثلا personalities بتاعت مثلا extrovert versus an introvert. الحد اللي هو الاكستروفيرت اللي بيحب الناس وبيحب يتعامل مع الناس وبيحب يطلع يتكلم، versus an introvert الحد اللي هو بيحب يقعد لوحده وما بيحبش يقعد مع ناس قوي، الكلام ده كله تمام. ايوه ال I وال E. ايوه we covered it. لو بالظبط بالظبط اوكي، لو قلنا مثلا الانتروفيرت والاكستروفيرت، خلينا نتكلم عن الاكستروفيرت. زي ما قلنا الاكستروفيرت حد بيحب الناس، بيحب يتعامل مع الناس، بيحب يتكلم، بيحب الاكسبرس. دايما هنلاقي ان الاكستروفيرتس دول او الارتستس دول بيبقوا اكستروفيرتس، الناس اللي هم المبدعين عاده بيبقوا عشان اكستروفيرتس. they ليه؟ express. لان هم دايما بيحب اوكي. يس وبيحبوا يوروا ابداعهم للناس، وبيحبوا يسمعوا الناس بتقول عليهم ايه، بيحبوا يسمعوا راي الناس في اللي هم بيعملوه. فذوز ده عادة بيبقوا اكستروفرتس تمام. طب ماشي، الاكستروفرت مثلا ممكن يبقى انتربرايز، الحد اللي هو هيز ا فيري، حد بيشتغل في البيزنس، حد بيحب يعمل برزنتيشنز، بيحب يظهر، بيحب يشتغل مذيع، بيحب يبقى محامي، بيحب يظهر. فلو انتروفرت مش هيعرف يعمل ده، لكن هو لو اكستروفرت هيلاقي نفسه في الحتة دي. فدايما عادة الناس اللي هم اللي عندهم الاي عالية، الانتربرايز عالية، دول عادة بيبقوا اكستروفرتس اوكي. على الناحيه الثانيه الاي اللي هم الانتروفيرتس، اللي هو الحد اللي بيفضل ان هو يقعد لوحده، ما بيحبش يختلط بالناس قوي، ما بيحبش يتكلم قوي، ما بيحبش يعبر قوي تمام. الكونفنشنال اللي هو الحد اللي بيحب يبقى شغال على بروسيجر معين في حاجه معينه، ده ممكن يبقى انتروفيرت. ممكن يعني الكونفنشنال ينفع الاثنين باي ذا واي، بس كتير من الشغلانات الكونفنشنال ممكن تنفع انتروفيرتس اكتر، لان هي عادة بتبقى مبنية على حد بيقعد على الكمبيوتر بيكتب حاجة، ما بيتعاملش مع الناس قوي تمام. بيعمل داتا انتري حاجات زي كده، فمش بتبقى محتاجة ان انا ابقى اكستروفرت. المهم ان انا قاعد مع نفسي وبخلص الشغلانة اللي قدامي وخلاص تمام. في حاجات بقى ممكن تبقى الاثنين، يعني الحد الواقعي اللي هو ريلست ده ممكن يبقى كده او كده. عادة ممكن يبقى اكستروفرت اكتر، لانه عادة التعامل على الارض او لما تعمل حاجه بايدك بتبقى في وسط ناس، فعاده بيبقى اكستروفرت. بس هو ممكن يبقى انتروفرت في شغلانات معينه ممكن هو بيعملها بايده بس هي اكيد لوحده. يعني كل احنا بنقوله كده كده ليه اكسبشنز، يعني ممكن مثلا الارتستيك اللي يس هو بيكتب مثلا يبقى ميال اكتر انه يبقى انتروفرت، عشان هي دي الطريقه اللي بيعرف يركز فيها اكتر، انه يبقى لوحده اكتر. يس فاحنا يس يعني اكيد كل حاجه ليها اكسبشنز، بس بنتكلم على ماجوريتي او الموست نون جوبز بتبقى فيها what type of personality و interesting. اوكي. يس يس ده حقيقي ده حقيقي. اللغة مزرجنة معاك ومش بتتجرأ تتكلم قدام حد، لما تنضم لل language coaching club هتعمل practice وتصلح اللي بتقع فيه وتكتسب الثقة اللي عايزها. ال language coaching club فيه different topic every week، زي self esteem، conflict management، presentation skills، decision making، business writing، shopping، emotional intelligence، وغيرها كتير around 50 topics. وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nevinzahirrostom.com و join the coaching club. وانا برضو في حاجه محتاجه اوضحها برضو، انه عشان في ناس ساعات بتاخد الحاجه على ان انا ارتست فدي حاجه حلوه،
لا انا conventional دي حاجه وحشه. لا هو مفيش حلو ووحش، هو في انت بتحب ايه، يعني في انت بتحب ايه وانت شايف انت مرتاح، هتبقى مرتاح او هتبقى مبسوط في انهي شغلانه من الشغلانات دي، في الاخر ده اللي بيحدد. لكن ايوه فكره ان في حاجه وحشه حاجه حلوه، لا يعني it's not. في الاخر personalities كلها زي اي حاجه في الدنيا، فيها حلو وفيها وحش. اوكي، او الكارير انترست مبنيه على فكره اللي انت بتحبه، انت شايف انت مرتاح preference، انا في رول بفضل ده، conventional. بفضل انزل ارض الواقع، يس بفضل الحاجات الفنيه، بفضل، بالظبط هي preference في الاخر. بالظبط بالظبط. This is mainly يعني هو ده اكتر من انه حلو ووحش. فزي ما قلنا في الاول، يعني نرجع تاني لاول السيشن، مهم انت تعرف انت ايه البريفرنس او انت بتفضل ايه، عشان ده اللي انت ممكن تشتغل فيه. ودي بنقول ان it's never too late، يعني هو هي مش متأخرة خالص انك تكتشف ده. في ناس بتكتشفه من بدري، من هما في الجامعة او من هما كمان في المدرسة عشان يقرروا اساسا انا هدخل كلية ايه. تمام، في ناس بيكتشفوا في ايوه الجامعة عشان يشوفوا هما هيبتدوا يشتغلوا على كارير ايه، في ناس بيكتشفوه بقى بعد ما يتخرجوا، في ناس بيكتشفوه لما يكونوا عدوا وقت في الكارير بتاعهم. مش كده، بنلاقي مثلا ممكن نلاقي حد وفي شغال ناس مثلا 10 سنين اتش بتكتشفوا ار. بالكارير كوتشنج. طبعا طبعا اكيد. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، جزء كبير من الكلاينتس اللي بيجوا لنا بيبقوا عايزين يعرفوا دي، يعني بيبقوا عايزين يعرفوا دي، لان دي يعني لو اتكلمنا على الدايموند، انا عارف انت اتكلمتي في السيشنز اللي فاتت على الكارير شيفت والكارير ترانزيشنز والكلام ده كله، وان في كذا خطوه، بس الكارير انترست دي من اهم الخطوات. لان لو انت مش عارف انت بتحب ايه او مش عارف انت بتفضل ايه، دايما مش هتبقى مرتاح في اللي انت بتعمله، او مش هتبقى محبه، او مش بالظبط، هتحس هو انك ده بتعمله مجال بشغف. اهتمامه اصلا، هو ريليتد للشغف بالظبط يعني. يعني ممكن يلاقي واحد مثلا يلاقي نفسه جاي مثلا في بالظبط البيرسوناليتي ويطلع فعلا سي في الـ في الانترست، يعني هيسمع، هيلاقي نفسه ان يس الحاجات بتتكرر، يعني طبيعي جدا ان اهتماماته تبقى مسمعه في شخصيته والعكس. بالعكس ده يثبت اكتر ويتاكد اكتر من الحته دي متينه فيه، واخده حيز كبير من اهتمامه. بالظبط. وبعدين في حاجه مهمه جدا برضو، زي ما قلنا ان في ان كل الشغلانات اللي في الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش. تمام، بس لو انا حابب حته معينه في شغلانه معينه، انا حاببها عشان انا عارف ان انا الحرف ده عندي عالي، فبالتالي انا شايف نفسي ان this is what I want to do، ده اللي انا فعلا عايز اعمله، حتى لو كنت انا مش مرتاح فيه دلوقتي، بس انا عارف ان قدام لما اطور نفسي فيه هبقى حابه. ايوه فبرضو ما نحكمش على الحاجه من اولها، لان هي فعلا قدام الكارير بتاعك ممكن يكون فعلا بيهت في الحرف ده، بس المهم ان انت تبقى عارف ده وواثق فيه وبتشتغل عليه. حلو قوي. يبقى كده احنا we covered الستة interests وقلنا examples عليها وقلنا ازاي ده ممكن يسمع في البيرسوناليتي. دلوقتي بقى هم يعملوا ايه عشان يطبقوا الكلام ده ويبقى زي هوم ورك كده ليهم عشان الموضوع يوصل للاكشن على طول، ما يبقاش بس معلومات كده بيستقبلوها. اوكي طيب. رقم واحد، يعني حابة يعني احنا اولا لو انت عايز تعرف الكارير انترست بتاعتك، ديفينتلي ديفينتلي لو رحت الكارير كوتش هيساعدك جدا، لانه هيمشي معاك في اسسمنتس معينه هتقدر توصلك لده. تمام، بس لو حد بيقول انا مش عايز اروح كارير كوتش، عايز اكتشف بنفسي. اوكي طيب، هتشوف الشغلانات او المجالات اللي انت شايف انك ممكن تبقى حاببها. طب انت شايف انك ممكن تبقى حاببها ازاي؟ ان انت بتقرا عنها. اوكي ده رقم واحد، بتعرف اللي حواليك، الناس اللي انت تعرفهم اللي هم بيشتغلوا في المجالات دي، وتسالهم طب هو انتوا بتعملوا ايه، طب هو احنا ايه اللي بيتعمل في الشغلانه دي، ايه الحلو فيها، ايه الوحش فيها، ازاي اقدر ان انا احل مشكله معينه في الشغلانه دي. وتشوف انت لما بتسمع الكلام ده انت بتبقى مرتاح للكلام ده، او لما بتحط نفسك مكان الشخص ده انت هتبقى مرتاح مبسوط، مرتاح ومبسوط ولا لا. اوكي ده رقم اتنين. وحاسس ان دي رقم حاجة فعلا ثلاثة، مهتم بيها وعايز تعرف عنها اكتر ولا لا. يس 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 بالظبط، ما هي دي كانت رقم ثلاثة. رقم ثلاثة الاهتمام، انت اساسا مهتم اوكي بايه في حياتك. تمام، انت مهتم انك تعرف عن ايه. يعني مثلا واحنا صغيرين كنا بنتسال السؤال بتاع انت نفسك تبقى ايه لما تكبر. اوكي تمام، في ناس انا حاطه ده، يعني الفيديو ده انا حطاه على البروفايل بتاعي على لينكد ان وعلى اليوتيوب، ان السؤال ده يعني احنا صغيرين لو احنا حافظين الاجابه يا دكتور يا مهندس، احنا ما فيش اجابه ثالثه. بالظبط
بالظبط. هي بقى الفكرة في ايه؟ ان النهاردة انت نفسك في ايه لما تكبر؟ اوكي؟ يا دكتور يا مهندس، ده اللي احنا حافظينه من واحنا صغيرين، تمام؟ طيب، في ناس فعلا بيطلعوا نفسهم يبقوا دكاترة، ده حقيقي، وفي ناس بيطلعوا نفسهم يبقوا مهندسين والدنيا تبقى ماشية كويس، هم بيبقوا حابين المجال ده، بس في ناس مع الوقت ومع حياتهم ومع الخبرات اللي بيكتسبوها سواء في المدرسة أو في الجامعة أو مع ناس كتير أو لما بيختلطوا بناس كتير، تكتشف يقول لك لا انا مش عايز ابقى دكتور، انا ما بحبش الموضوع ده، انا ما بحبش ان انا مثلا اشوف حد بيتألم مش هعرف اساعده، ما مش هقدر اساعده، لا انا وانا ماشي في طريقي لقيت لوحه الوانها حلوه فحبيت الموضوع، قلت ايه ده، طب انا عايز احاول ارسم، عايز احاول ان انا اكتب، انا بحب الكتابه عايز احاول اكتب، فبدات اكتشف مع الوقت ان انا بحب حاجات تانية غير اللي انا متربي عليها من وانا صغير، او غير اللي انا الاجابات اللي انا جاوبتها من وانا صغير، تمام؟ في ناس مثلا بتكتشف ان هي بتحب تصلح حاجه او تفكس الحاجه بايديها، دول اللي هم رياليستيك من وهم صغيرين، الناس اللي بتحب تلعب، لو الاطفال يعني اللي بيلعبوا بالليجو او الميكانو او الحاجات دي، لو حد مثلا مهتم بالميكانو جدا والموضوع ده كبر معاه، لا انت رياليست، انت رياليستيك، اوكي، انت بنسبه كبيره رياليستيك، بنسبه كبيره هتحب تشتغل في الحاجات اللي انت بتعملها بايدك، انت ممكن تطلع مهندس وتبقى مهندس شاطر جدا على فكره، ليه؟ لانك بتركب حاجه بايدك او بتصلح حاجه بايدك، تمام؟ في ناس مثلا اللي هي اكتشفت ان هي بتحب تقعد وتتامل وتفكر وتعرف الحاجه جايه منين ورايحه فين والحاجه اصلها ايه، دول الناس اللي هم الاي اللي هم الانفستيجيتيف، اللي هم لا يعني ده بياخد وقت كده من حياته ان هو قاعد بيفكر وبيشوف وبيحلل انا الحاجات دلوقتي ويعرف ده اوريدي جاي منين بشرح وده حصل ازاي. الاكزامبلز اللي انت قلتها اوريدي، يعني اكيد على الاقل حرف من الستة علق معاهم، هو انا اكيد الحرف ده ممكن ابقى نص ونص حاجة تانية. ودلوقتي كمان الهوم ورك ان هم زي ما انت قلت يشوفوا الجوب ديسكريبشن بتاعت الجوبز اللي هم ناويين يعملوا لها كارير شيفت، ويشوفوا الحاجات دي بتماتش مع الانترست بتاعهم ولا لا، ويسألوا حد اوريدي بيشتغل في بالظبط الوظيفة دي بقى بيتكلم من أرض الواقع، مش حاجة بس كلام على ورق، ويقارن نفس المقارنة. والحاجة الثالثة انت قلت انه يشوف في الباست بتاعه هو صغير كانت ايه الحاجة اللي هو بيبقى مهتم بيها، ينسى بقى فكرة الأفكار اللي كانت بتدخل لنا ان هي دي الصح، بس يشوف هو فعلا كان بيستمتع بلعب ايه وباكتيفيتيز ايه، عشان هي دي اللي هتكون علامة انه تأكد الاهتمام بتاعه ده ايه، وتأكد بالتالي الوظيفة دي مناسبة ليه ولا لا. بالظبط جدا. يعني thank you for wrapping up the homework للناس، اوكي، عشان يبقوا برضو عارفين المفروض يعملوا ايه بعد السيشن دي، تمام؟ في حاجه بس مهمه عايزين نقولها، انه انت ممكن عادي تبتدي الكارير بتاعك في حاجه انت مش حاببها، اوكي، وتكتشف اللي انت بتحبه مع الوقت، لان ممكن يكون انت مش مكفيك اللي انت سمعته من الناس او الريسيرشز اللي انت عملتها او انت دورت وشفت وعرفت وسمعت، تمام، بس بتقول انا عايز اجرب اشوف انا هحب المجال ده ولا لا، عادي جدا، وعادي انك تبتدي وتلاقي نفسك مش حابه فتبقى عايز تغير، مفيش مشكله، واحنا عشان كده احنا هنا موجودين النهارده عشان احنا بنتكلم على الكارير ترانزيشن، احنا ازاي نقدر نغير الكارير بتاعنا لو احنا شايفين ان احنا محتاجين نغيره، لو الكارير ده مش بيساتسفاي اي حاجه من الحاجات اللي احنا محتاجينها، من ضمن الحاجات دي الاهتمامات، من ضمن الحاجات دي الاهتمامات، انا مهتم بايه، فبالتالي انا ممكن اكتشف ده وانا شغال، وانا في شغلي اكتشف ان انا كنت فاكر ان انا من اللي انا سمعته ان انا احب اشتغل مثلا، اتكلم عن نفسي ان انا احب اشتغل اتش ار مثلا، تمام، اكتشفت لا ان انا التعامل مع الناس في مشاكلهم مثلا او ان انا ساعد في تطوير الناس ده هيديك او صداع انا ايموشنالي مش هقدر استحمله، طب انا بحب ايه، ممكن اكتشفت بعد كده ان انا بحب اشتغل عايز ابقى ماركتير، انا حد بقى شفت ان انا حد ارتستيك او حد انتربرايزنج بحب ابان واحب اظهر، فهشتغل ماركتير او هشتغل ان انا هحاول اشتغل في حاجه فيها ابداع شويه، ممكن اكون اشتغلت اتش ار 10 سنين بس غيرت بعد كده مفيهاش مشكله، this is fine it's totally fine، لو احنا عايزين نعرف اهتماماتنا طبعا طبعا لو رحنا لحد كارير كوتش هيساعدنا جدا لكذا سبب، اولا الكارير كوتش بيبقى شاف الموضوع ده كتير من ناس كتير فبيعرف ازاي يقدر يوصلك لاهتماماتك، ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا عن طريق في assessments واختبارات معينه بنعملها في السيشنز، ومش بس بنعملها وبتطلع اللاترز او الحروف او احسن حاجه او اهتماماتنا ايه، وكمان بنتناقش فيها از كارير كوتش، بنتكلم فيها مع الحد اللي عايز يعرف ده، تمام، فبالتالي الموضوع بيبقى اكتر
في شويه بيبتدي الراجل او الشخص الكلاينت يعني اللي بيدور على ده بيبتدي يشوف بيعرف ان انا الحروف دي عندي، بس بيبتدي مع الكارير كوتش يدخل فيها اكتر بتفاصيلها فيقدر يوصل اكتر اللي هو بيحب ايه. فطبعا طبعا الكارير هيبقى كوتشنج فيه بيساعد تشالنج جدا في كمان، حاجه زي كده. يعني ممكن يدخل يعمل تيست اونلاين وكل حاجة وهيطلع له ريزالت وكل حاجة، بس في الكوتشنج بنتشالنج الانسرز دي، بندبل تشيك، بنشوف الريزالت في الاخر فعلا. طب ايه بقى ان يور لايف يسمع في ده ويأكد، عشان ما يبقاش الاعتماد على تيست وبس، لا احنا بنماتش ده بالريل لايف بهاو يو ريلي فيل. طب والتاسكس الحالية اللي اوريدي في شغلهم بتماتش وتسمع فعلا في ده ولا لا؟ طب واللي هم عايزين يروحوا له؟ فالكوتشنج يعني دايما الكلاينتس بيقولوا يعني ساعدتيني افكر، الكلام ده كله كان جوايا بس ما طلعش بالوضوح ده قبل كده، يعني بيبقى الكلام بس جواهم true. بس عشان ما طلعش بوضوح، ما تسالوش الاسئله الصح او ما سالوش نفسهم الاسئله الصح، ما وصلوش للكلاريتي دي، ما بقوش شايفين حاجه بنور كده. يس هي فكرة الكوتش ان هو بيساعد في ده وبيساعد اللي قدامه، بيساعد الناس ان هم يدخلوا اكتر جوه الحتة دي فنطلع اكتر من جواهم. زي ما انت قلتي ممكن يكون في حاجات هم عارفينها بس مش عارفين يقولوها، او في حاجات جواهم بس هم مش واخدين بالهم منها، فالكوتش بيساعد. لو انا مش عارف انا ايه في 6 حروف، لو انا مش عارف اهتماماتي ايه، رحت الكوتش هيساعدني ان انا اقدر اكتشف ده مع الكوتش. اوكي، وكمان بيناقشني فيه، الكوتش بيسألني أسئلة بتخليني أفكر. طب أنا ممكن طول عمري أكون متخيل حاجة بس بأسئلة الكوتش لقيت اكتشفت حاجات تانية خالص. Thank you so much so much بجد. وقول لنا كده لو في أي advice كده أخيرة عايز تختم بيها قبل ما نقول باي باي. طيب يعني هنقول حاجة من اللي قلناها وإحنا بنتكلم، إنه رقم واحد مهم جدا تعرف انت ايه اهتماماتك. اوكي، او تعرفي انت ايه اهتماماتك، حتى لو اللي بيتفرج علينا او بيسمعنا لسه في الجامعه او لسه بيقرر هيدخل ايه او عايز مش عارف لسه هيبقى ميجر ايه او بعد ما اتخرج وهيبتدي يشتغل، مهم جدا انك تعرف اهتماماتك قبل ما تاخد القرار ده. الحاجه الثانيه، لو انت بتشتغل النهارده وحاسس انك مش مبسوط في شغلك او مش بتعمل حاجه انت بتحبها، اوكي اتس نيفر تو ليت، هو ما تاخرناش، لسه عندنا وقت ان احنا نعرف اهتماماتنا ايه، وعن طريق ان احنا نعرف اهتماماتنا ممكن نلاقي فعلا شغلانه. على فكره ممكن نلاقي شغلانه احنا ما كناش نعرف عنها حاجه اصلا، ما كناش نعرف ان الشغلانه دي موجوده في الحياه اساسا. اوكي، بس اكتشفناها واكتشفنا ان دي مطابقه مع اهتماماتنا، فبالتالي ممكن لو في فرصه ان احنا نروح للشغلانه دي او نروح للمجال الوظيفي ده هنبقى مبسوطين فيه اكتر. فلازم نعرف اهتماماتنا، واتس نيفر تو ليت، هو مش متاخر خالص ان احنا نعرف ده، حتى لو احنا بقالنا 20 او 30 سنه بنشتغل، اتس نيفر تو ليت. وبس. ميرسي جدا يا احمد بجد، وعايز اشجع الناس كمان على الكوتشنج قوي، لانه مش بس هيقول لكم نتيجه التست، هو كمان هيدي لكم ليست اوف جوبز اللي تماتش الانترست دي، يعني فهو يجو وذ يو اول ذا واي. ات واز جريت بجد هافينج يو فور ذا سكند تايم، وان شاء الله يكون في ثالثه وعشره ان ذا فيوتشر ان شاء الله. ثانك يو فيري ماتش نيفين، I'm happy as usual to be with you، وان شاء الله فعلا نقدر نكون، يا رب تكون الناس استفادت من اللي احنا قلناه النهارده. و again you can reach us out على enrich لنيفين، وانا على ways by احمد صوفي، ابعتوا لنا واسالونا على اي حاجه من اللي احنا قلناها النهارده، وان شاء الله we'll be there to help you، وان شاء الله اشوفكم تاني قريب. yes. وفي الكومنتس كمان انت معانا يا احمد، لو في اي حد عنده سؤال يكتبه وترد عليه. yes. okay. طبعا thank طبعا you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.